نبه. لا لا عندي شبكه، ما عليك الامور طيبه. أنيق. انت وجودك بحد ذاته برج. انيق انيق، شلونكم يا شباب؟ يلا يا شباب اللي واقفين يا حبايب، الوقت الوقت. مخرجنا انا ما ادري هنا مكاني كويس، ابغى لا مخرجين ابغى كنترول. خليك معي يا وليد، خليك معي يا مسلط، باقي راكان. اللي ناقصين من يا شباب؟ البقى. يلا حيا. تكفى استعجل اليوم، ما نبي احد يطلع يا جماعه. زين طيب يا شيخ، يحق لنا ما يحق لغيرنا يعني ولا اي في الفقره هذه فقط؟ اي يعني لا، عشان لا تحاول تمددها وتمطمها. سمعتوا سمعتوا ايش دو عشان ما يرفعوا قضيه ولا شيء؟ اللي بيرفع قضيه يرفعوا حتى بتكون خاسره. ايه صح، عاد هذا انا ما لي علاقه فيه، هذا لا لعب جوارحنا. اي حلوه. طب تعال جنبي، ايش رايك؟ جوال شبكة. طيب شبكة. اللي ما عنده شبكة بعطي شبكة يبشر. ايش بك على الشبكة؟ يلا هنا ولا هنا؟ من 1 إلى 9. اي لبي عندك انت شبكة؟ عندي شبكة بس. ايش تبي بس؟ اروح اجيك. طب تكفى استعجل يا جماعة، ما نبي الشباب اللي هناك نادهم باستثناء اللي بيجلس مع الزعزعك حيلان الظاهر او علي، واحد فيهم شبك. هذا ايفون. ايه من 1 إلى 9. نعم شبك معك؟ لا لا معي شبك انا. يلا هذه وش هي؟ والله ما شبك يا اي، احط مشاركه. لحظه قفل. طب انا بقفلها واشغلها. يلا لا لا انا قفلتها وشغلتها. وجه المذنب. ها زايد اللي جنبك. والله يا شيخ اتوقع انه ما طلعت الشبكه. لا لا طلعت والله، بس انا زيت المشاركه ما ضغطت ما انتبهت لها. ايش بك وليد معي؟ خلك طلع لك ايفون؟ اي اتوقع انه لايف حق تراكان. اي طلع لك وريه. 8:01. انت قفل وشغل معلش. لا توات انت الشبكه اليوم يا شيخ. انت مطفي المايك ترى. أنا بقفلها بعد آخر مرة وأشوفها. حط جوالك وليد. حط حط الآيفون، شغل الآيفون. شغل الآيفون. البلا بجوالك. إيه إيه. أمر الخلفية. طيب يا شباب باقي أحد ناقص؟ 3 4 5 6 7 8 9. تصور. أظن باقي واحد بس، لأنه في 2 مع الزعيز. الزعيز من معه علي الكلثمي. يا هلا ولا. من باقي؟ قضية خاسرة. أي مسفر خلاص جاي، كذا كاملين أتوقع. ولا سامحنا. طيب خلاص وليد شبك. ثواني بس يا شيخ روقي. اي طيب انا بقفل واشغل على تطلع. يطلع بيطلع خلاص اصبر بس. كمل يا شيخ وانا بسوي من عندي. طيب طيب يا مسلط انت تدور قضايا صدق. من يسلك سام ما اسمعك. قضايا خاصة والله انت سامحني يا ابو. اي بس الفقره الوقت ما هو بتصير يا شباب. انت تدور قضايا انا عارف. احنا اسف يعني على اساس ما في انسحابات وقت البث وجوالات وعلوم. ما ادري انا ترى اتوقع بس. لا بدا كفو. طيب يا شباب قول اللي عندك. والله ما لا ابدا. قول كمل. عطه اللي تبيه جاي. اي والله من المخرج. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد اول شاء الله يحييكم جميعا ونرحب بالسفراء ويا رب يشبك جوال وليد ان شاء الله عشان نبدا واحنا مركزين ومستانسين. حلينا اليوم يا جماعه الحلقه قد تكون مختلفه، بيكونون مع الشباب السفراء كذلك انتم كلكم سفراء، لكن تعرفين انتم النظام انه كل اسبوع بيكون في 3 سفراء من كل مجموعه واحد، هم في الاخير ممثلين لهذه المجموعات. هذا ما يعني انكم انتم مش سفراء، لا بالعكس الكل. وانا والله اني اتابع البث واشوف بعض الكلمات اللي تصير بعض يعني مثلا بعد الفجر سمعت اظن راكان تكلم اخر مره ولا، وسمعت قبلها كان في مبادره المسلط كانت اخر الليل ودخل وحده لبه مبادره من ابو سحاب تنظيم اليه. الله يعطيه العافيه ما قصر ابو سحاب اللي هو تنظيم اليه الكلمه ما بعد الصلاه. كلمه وعظي طبعا يا
يا سلام، يعني اللي بيتكلم بيكون عنده مع المرة الأخرى أيا كان سفير أو غير سفير. طيب ممتاز جدا هذه. وليد كذلك على مبادرة. أي أنا أتكلم عن الكل ترى، لأن ما أود أقول اسم وأنسى اسم، لكن اللي أقصده أنه لو ما كنتوا سفراء ما كنا شفنا بعض الناس قاعد يبادر يتكلم أثناء البث وغيره. إحنا اليوم يا جماعة خلينا الجوالات مع الشباب لسبب واحد. الشباب الآن يغردون تغريدة تمام، وممكن يسنبون بعد على الهواء، وبيوجهون رسالة للجمهور بشكل عام وربما فرق الدعم بشكل خاص. أي حوالة تتم يرسلونها للشباب يقولونها على الهواء، أنا ودي يا محمد عيسى ترسل لنا السبورة، أو عندنا ثلاث سبورات إذا متوفرة، كل واحد بيكون عنده سبورة، اللي حاب أن نعلن اسمه بيذكرون الأسماء. طبعا اليوم وصلتني طيب السبورات عند الباب، لو أحد يفزع يجيبها كفو. أي من كل مجموعة واحد يجيب السبورة، بيض الله وجيهكم. أنا ودي أجيبينكم في النص، وودي الشباب يركزون معنا يعني يخلون الجوال شوي يلا. تمام الفكرة يا جماعة الخير، اليوم وصلني قائمة تبرعات، والله العظيم القائمة الأولى يعني تجاوزت يمكن 57 اسم، في قائمة ثانية يمكن بنفس العدد أو أكثر. لا شك أنه من دخل واحد رمضان يا ربي لك الحمد، والله العظيم الإقبال عالي. إحنا آخر نسبة أعلنت كم كانت؟ كل واحد عنده واحد، كل واحد عنده واحد، حطها هنا لا أنت اللي تشاهدونه بس كم؟ 27. اليوم يا جماعة الخير بعد شوي بقول لكم كم وصلنا نسبة. طيب لا هنت يا سعد، خاصة لا هنت يا ابو نعم، طيب هن كله حط هذه هنا ولا عند وليد، ايش رايك تكون فوق هناك؟ تمام. طيب يا شباب الفكره كالتالي، سعد ركز معنا تكفى، ودنا الشباب اليوم نركز، ودنا تكفون اليوم، ما حد ينسحب يتحملون اليوم. اي نحتاج الاقلام، ما ارسلوها محمد عيسى نكتب يعني كذا ولا نحتاج اقلام تكفى؟ أكتب كل واحد من الشباب الآن بيغرد وبيسنب، واللي حاب أنه بس يغرد أو بس يسنب الأمر لكم. أي تبرع يجيك مباشرة تبي تسجل اسم اللي تبرع إذا حاب أنه يكتب اسمه وتعلنه للناس. إحنا اليوم يا جماعة ترى هدفنا نرفع نسبة الوقف، ولا شك أنه هذا هدف أسمى وأعلى عندنا جميعا، ونجاح البرنامج ونجاح نسخة عابر بإذن الله باكتمال وقف أم الأوقاف. إحنا بنذكر التبرعات اللي وصلت للجمعية، ورح يكون كل واحد عندنا